كمان وزارة الاتصالات كان لها نصيب كبير من المشروعات اللي تم افتتاحها النهاردة. المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات قال إن شبكة المصرية للاتصالات وتحسين البنية الأساسية ما تمش تحديثها أو التعامل معها من حوالي 15 سنة، فقال بالتالي طورنا 80 سنترال بيخدم أكثر من 500,000 مواطن، وإنه هيتم تطوير 1600 سنترال خلال السنة دي وضخ 10 مليار جنيه للخزانة العامة من خلال إتاحة ترددات 4G و3G. وقال إنه هيتم تغيير منظومة العمل بمكاتب الشهر العقاري بالتعاون مع وزارة العدل، وإن المعاملة دلوقتي بتتم في أقل من 10 دقايق لعملية التوثيق. اتكلم كمان وزير الاتصالات على إنه تم البدء في المرحلة الأولى للمناطق التكنولوجية في برج العرب وأسيوط الجديدة، وهيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في 2016. هنا 420 مكتب، 420 مكتب دول تم تطويرهم وسوف يتم تطويرهم خلال الستة أشهر القادمة. الحقيقة تطوير مكتب البريد ليس تطويرا فقط من ناحية الشكل، ولكن من ناحية المضمون ومن ناحية تقديم الخدمة للمواطنين. حقيقة يا سيادة الرئيس، حضرتك في اللقاء الذي تم مع سيادتك في نوفمبر وعدنا سيادتك بأن احنا هنبدأ في تطوير مكاتب البريد وتطوير الخدمات البريدية. اليوم الخدمات البريدية كلها تعمل بشكل إلكتروني بدل المكاتب بتعمل بشكل اليدوي. الخدمة البريدية أو الخدمات في مكاتب البريد تأخذ ليس أكثر من 10 دقائق. الحقيقة الاهتمام بالمواطن كان اهتماما كبيرا. النهاردة احنا بنتكلم مع أنظمة جديدة عشان خاطر تتيح لمكاتب البريد أن يكون لها مكاتب خارج مصر وأن تقوم بتحويلات المصريين العاملين في الخارج سواء بالعملات المحلية أو العملات الأخرى. تفضل. حقيقة شبكة المصرية للاتصالات والبنية الأساسية وكيف نحسن من البنية الأساسية. حقيقة البنية الأساسية يمكن زي ما كنا بنشير قبل كده إن لم يتم تحديثها منذ أكثر من 15 سنة. حقيقة كان بيعاني الكثير من المصريين في تقديم أو في الخدمات المقدمة إليهم عن طريق الإنترنت وعن طريق التليفونات المحمولة وخلافه. تم تطوير حتى الآن 80 سنترال على مستوياتها جميعا بما فيهم الشبكة الأرضية الشبكة النحاسية. حقيقة دي كانت عملية صعبة جدا وسوف يتم تطوير أكثر من 1600 سنترال.